نعم. منيرة، تفضل يا منيرة. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، أنا دائم أحلم أن سيارتي تكون ضايعة وأكون متضايقة وقاعدة أبكي وأدورها، وأحيانا أحلم أن لما ألقاها ألقاها بس أنها تكون خربانة من طرفها أو تكون مكسورة، ودائم يتكرر معاي هالحلم. الزوجة موظفة؟ مخطوبة، موظفة. طيب، خير إن شاء الله. السيارة في المنام حياتك يا منيرة، حياتك الوظيفية، حياتك الزوجية. الضياع قلنا عمل شيطاني، لقوله سبحانه وتعالى: وما إنسانه إلا الشيطان، ولقوله عليه الصلاة والسلام: الالتفات في الصلاة إنما هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة المرء. أيضا هذا نوع من السرقات والضياع. فبالتالي يعني خلي بالك من الخلافات إذا تمت خطوبة. البكاء إذا كان بصياح وتعب نفسي فيدل على في أمر معين قد يكون متعب فعلا. طيب، لقول عليه الصلاة والسلام أن أهل النار يرسل عليهم البكاء فيبكون حتى لو جرت السفن من دموعهم لجرت. الأمر الأخير، السيارة خربانة في المنام، أحذرك من الخلافات الزوجية. طيب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم عليك، والعلم عند الله.